وكالعادة بنبدأ معاكم بأخبارنا وفقراتنا في صباح الخير يا مصر بأهم الأخبار والأحداث اللي حصلت امبارح، ومن أهمها عقد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاجتماع لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال الاجتماع تم عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية إلى العاصمة الإدارية، وجه سيادته باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات اللي بتتم في العاصمة الإدارية الجديدة. امبارح أيضا الحكومة نفت كافة الشائعات اللي ترددت بخصوص فرض شركات الاتصالات رسوم على متلقي المكالمات التليفونية. كمان امبارح أيضا قائد القوات البحرية المصرية التقى نظيره العماني من أجل بحث العلاقات الثنائية بين البلدين. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها الاجتماع اللي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي لمتابعة الموقف التنفيذي لتطور الأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة. خلال الاجتماع تم عرض موقف انتقال الوزارات والهيئات الحكومية للعاصمة الإدارية والتجهيزات اللازمة اللي تمت في هذا الصدد. ووجه الرئيس باستمرار الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة والتكنولوجيا في مختلف الأعمال والمشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة، وأيضاً التقييم المستمر للحركة المرورية داخل العاصمة لضمان سيولتها وكفاءتها في ضوء النمو المضطرد لحركة المواطنين والنشاط الاقتصادي والتجاري بالعاصمة. أيضاً امبارح اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع محمود توفيق وزير الداخلية. امبارح كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تم تداوله من أنباء بشأن فرض شركات الاتصالات رسوم على متلقي المكالمة التليفونية بقيمة 10 قروش لكل دقيقة بدءاً من شهر أغسطس المقبل، أكد المركز أنه الأنباء دي غير صحيحة وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بفرض أي رسوم على متلقي المكالمات التليفونية. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الفريق أشرف إبراهيم عطوة قائد القوات البحرية المصرية استقبل اللواء الركن بحري سيف بن ناصر بن محسن الرحبي قائد القوات البحرية السلطانية العمانية والوفد المرافق له خلال زيارته الرسمية لقيادة القوات البحرية بالإسكندرية واللي استمرت لعدة أيام. وتم عقد جلسة مباحثات ثنائية تناولت عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والسلطانية العمانية الشقيقة لدعم علاقات الشراكة الاستراتيجية ونقل وتبادل الخبرات بين الجانبين وتنسيق الجهود لمجابهة التهديدات والتحديات المشتركة فيما يتعلق بأمن واستقرار المنطقة وبما يتناسب مع دور مصر المحوري كقوة مؤثرة بالمنطقة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الكلية الفنية العسكرية نظمت اليوم العلمي للأنشطة العلمية المختلفة، واللي شمل إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السابعة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة جائزة الفريق إبراهيم سليم، مع إعلان نتيجة المسابقة الدولية الثالثة للأقمار الصناعية ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني اللي بيتم تنفيذهم للمرة الأولى، وأيضاً الإعلان عن نتيجة المؤتمر الدولي السابع للبحوث وابتكارات الطلبة بمرحلة البكالوريوس، وده بالتزامن مع حصول الكلية الفنية العسكرية على شهادة الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد لجميع البرامج الأكاديمية. بالنسبة لأخبار المحافظات، في محافظة الغربية تم توفير 30,000 فرصة عمل من خلال مبادرة مشروعك. أما في محافظة الشرقية فقد تم فحص 500,000 رضيع ضمن مبادرة الكشف المبكر عن ضعف السمع لحديثي الولادة. من الشرقية نروح لمركز الحسنة بوسط سيناء، تم تنفيذ قافلة خدمات طبية مجانية للأهالي، وفي الوادي الجديد تم انطلاق مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات الاستثمارية. تفاصيل وأخبار من محافظات أخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة. في الغربية أعلنت المحافظة إن المشروع القومي للتنمية البشرية والمجتمعية مشروعك قدم قروض بقيمة 1.7 مليار جنيه لحوالي 14,614 مشروع، والمشروعات دي وفرت 30,879 فرصة عمل للشباب. في الإسكندرية أعلنت مكتبة الإسكندرية أنه هيتم تنظيم المهرجان الصيف السنوي في دورته 20 في الفترة من 3 أغسطس لحد 1 سبتمبر المقبل،
وقام مركز الفنون بالمكتبة باختيارات متنوعة ما بين العروض الموسيقية الشبابية والعروض السينمائية والمسرحية والشعرية. في الشرقية، الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديث الولادة فحصت 503,013 طفل حديث الولادة من عمر يوم ل 28 يوم بنسبة تغطية بلغت 93%. في المنيا، انتهت الوحدة المحلية لمركز مدينة ملاوي من أعمال رصف 6 طرق وشوارع رئيسية وفرعية هامة بالمدينة، وده في إطار خطة المحافظة لإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق وتيسير حركة المرور أمام المارة من المواطنين والمركبات والحد من وقوع الحوادث واستعادة الوجه الحضاري والجمالي للمدينة. في شمال سيناء، تم تنفيذ قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي مركز الحسنة بوسط سيناء، وتم إطلاق فعاليات القافلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بالتعاون بين وزارة الصحة وكلية الطب في جامعة قناة السويس ومجلس القبائل والعائلات المصرية، وده بهدف إجراء الكشوفات الطبية على المواطنين والانتهاء من قوائم انتظار العمليات الجراحية. في الدقهلية، أكدت مديرية الطب البيطري أنه تم تحصين 65,200 رأس ماشية خلال الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والوادي المتصدع اللي بدأت 15 يوليو الماضي بمختلف وحدات ومراكز المحافظة. في الوادي الجديد، أعلنت المحافظة عن عقد مؤتمر الزراعات التعاقدية وتمويل المشروعات التنموية الزراعية والصناعية في مركز الخارجة وبحيرة مفيد باريس لمدة يومين. يهدف المؤتمر لدعم وتمويل الزراعات التعاقدية والمشروعات التنموية الزراعية والصناعية بهدف تحقيق الأمن الغذائي. في أسوان، تم دعم مستشفى حورس العام بمدينة إدفو ب 139 طبيب في جميع الأقسام والتخصصات الطبية بجانب 558 من أطقم التمريض، وده في إطار التشغيل التجريبي للمستشفى استعداداً لإطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل خلال العام الحالي. وبيتم تقديم الخدمة الطبية المقدمة لأكثر من نصف مليون مواطن منذ بدء التشغيل التجريبي ليها من 4 شهور.